في يعني ظل هذه الأزمة حولنا يعني كل الطاقات تاعنا والمصادر تاعنا يعني لصناعة هذه الخراطيم. كان يعني حتى قبول يعني من طرف يعني جميع العمال يعني استقبال الفكرة حتى في الأيام الأولى يعني للوباء يعني كان عندهم هذيك الروح القتالية يعني وين الناس كامل خايفة، الناس مريحة في دارها، الناس كذا، هادو الناس كانوا يجوا ويخاطروا بنفوسهم، والحمد لله يعني قدرنا نوصلوا يعني النتيجة لا بأس بها. الاختيار يعني هذا المنتوج بالذات للكفاءة تاعو، لأنه في وقت قصير جدا نقدروا نقوموا بتعقيم يعني مساحات هائلة، يعني مدينة صغيرة ولا مدينة متوسطة يعني في قضية ساعات يعني. يعني في الأسبوع الأول يعني بدينا حط تحضير يعني للبروتوتايب أو ما يسمى بالمجسم الأول، قمنا بمجموعة التجارب وبدينا بعد مباشرة في الصناعة أو ما يسمى بالبرودكشن دي ماس يعني. واليوم يعني الحمد لله نقدر نوصلوا يعني الطاقة الإنتاجية تاع 100 خرطوم يعني شهريا، وقمنا يعني بصناعة بعض المنتجات الجانبية يعني مثل الممرات التعقيم اللي يعني مديناها يعني المؤسسات الاستشفائية في المنطقة وكذلك يعني في الجزائر العاصمة. وكي جات أزمة كورونا يعني مرة أخرى قدرنا يعني نثبت هذه الجدارة يعني بتفكير يعني في وضع منتجات في وقت وجيز جدا لتقوم بعمل الوقاية في ظرف قليل جدا، والحمد لله هذا كان هذا بسواعد يعني جزائرية من مهندسين وتقنيين وعمال. هذه الخراطيم يعني عالية الكفاءة، العمل تاعها هو يقوم بالتعقيم في المساحات الكبرى والشوارع وكذا الساحات. العمل تاعها انه يقدر يقوم ب نشر المعقمات حوالي من 7000 ل 10000 لتر في الساعة، يعني نظن انه هذا يعني سعة كبيرة. نستعملوا في هذا الخرطوم محركات بسعة 10 حصان بخاري، وهذا ما يعطي لها القوة الدفع يعني للرياح لتوصل المدى تاعها 20 حتى 22 متر.